كان التحدي أمامنا اليوم شلون نصل إلى موازنة لا تبخس حق المتقاعد ولا تبخس حق المؤمن عليه ولا تبخس أيضا حق الدولة، خصوصا أن هذه المؤسسة حنا كلنا عارفين أن فيها عجز اكتواري بمبلغ كبير، يجب علينا كمسؤولين اليوم أن لا نغض النظر عنه ويجب علينا أيضا معالجته. هذه إذا أنا يعني بعطي فرشة في البداية عن هذا الموضوع. إذا بنتكلم عن مشروع القانون أخوي صالح، من المهم الإشارة اليوم أن هذا القانون ترى فيه مميزات غير مسبوقة، وهذه التعديلات وفرت مميزات غير مسبوقة، راح أعددها إذا سمحت لي. واحد، إحنا نتكلم عن منحة لمرة واحدة بقيمة 3000 دينار لكل متقاعد. اثنين، نتكلم عن زيادة سنوية 20 دينار، كانت هذه الزيادة 30 دينار كل 3 سنوات أصبحت بالسنة 20 دينار. ثلاثة، نتكلم عن زيادة سنوية 20 دينار للحد الأدنى من الرواتب والشعور بمعاناتهم. أربعة، نتكلم عن زيادة مكافأة نهاية الخدمة. خمسة، نتكلم عن زيادة المعاشات التقاعدية، سقف المعاش التقاعدي. ستة، نتكلم عن صندوق التوفير والادخار. كل هذه المزايا تعتبر مزايا غير مسبوقة. للأمانة إحنا نفخر أن نقدم قانون به كل هذه التعديلات وهذه المزايا اللي تحقق استدامة المؤسسة، منفعة للمتقاعدين، وأيضا منفعة للأخوة المؤمن عليه.